تقعد جنب التليفون مستني أن تتصل وبعدين فين تبدأ حكاية طويلة. اليوم السيارة جنب السيارة في الإشارة أتبادل الأرقام بالبلوتوث بيتكلموا 5 دقائق متكلمين في ستاربكس. حال مؤسف، حال مؤسف. لا وش والأهالي محسبين أنهم والله مسيطرين على الأولاد وما هم دارين المساكين أنهم هم في المطعم جالس مع ولده وهي جالسة مع أهلها وقاعدين يطلوا في بعض وتبادلوا أرقام والأهل جالسين أو يحبسها في الغرفة ويعتقد أنه مسيطر عليها ومو عارف انه هي في اللابتوب حقها قاعده تكلم خلق الله في الغرفه. ان شاء الله حتى في بلجرش، في غرفه في بلجرش. جالسه تكلم امريكا وكاليفورنيا ولندن. هو محسب والله لا انا بناتي ما يخرجون من المنزل. مفهوم المنع، مفهوم المنع كان ينفع في الأيام في الثمانينات فعلا. لو حبست بنت في البيت فعلا ما حتكلمها. أتكلم مين لو قطعت عنها التليفون وحطيتها في غرفة؟ أتكلم مين لو منعت دخول كتب معينة البلد؟ فعلا حتمنعها لأنه حيجيبوها من فين الناس. بينما اليوم ما في شيء اسمه منع. تيجي تمنع البنت في انترنت وفي شات، ولو منعت الكتاب الفلاني يا اخي اصحوا يداونلود من الانترنت في دقيقتين اي كتاب تريدونه.